لأن الحسين قاتل في سبيل الله وقتل من أجل تلك القيم التي جاء بها الأنبياء جميعا. فالحسين يبقى من الثوابت التي لا تبرح المكان والزمان في أي حال من الأحوال. منطق الحسين يقوم على أساس أن الدنيا مطية الآخرة، أما منطق الأعداء فيقوم على أساس أن الآخرة مطية الدنيا، وشتان ما بين المنطقين. داسوا على أجساد الشهداء في كربلاء حتى لا تكون لهم شواهد قبور، فنصب المؤمنون لهم قبابا في الشوارع والأزقة، وأخرى في البيوت والدور، والثالثة في مفارق الجبال ومفترقات الطرق، حتى أنك لا يمكن أن تمشي خطوة واحدة إلا لتجد ما يشير إلى مقتل الحسين وأصحابه من قريب أو بعيد. الحسين حافز إلى الثورة يتجدد في قلوب المقهورين، فيمنحهم سيفاً يمتشق ضد كل الظلم، وصرخة تدوي ضد كل انحراف، وصوتاً يضرب به وجه كل جبار. إنهم قتلوا الحسين للحفاظ على سلطانهم، فمنحت شهادته السلطة للناس بأن يقاوموا كل سلطان ظالم في كل عصر ومصر. سألني أحدهم، قال: هل كانت نهضة الحسين خروجاً للسلطان أم خروجاً على السلطان؟ قلت: لا هذا ولا ذاك، بل كانت نهضته خروجاً عن السلطان بكل ما في الكلمة من معنى وبكل ما فيها من أبعاد. إنه لم يكن الذي كان منهم تنافساً في سلطان ولا التماساً للحطام، إنما لإقامة العدل ولإقامة حدود الله والمعطلة من الأحكام.